كيف حالكم؟ كاتب أنا ليت لي صرت بتفرج على تيك توك و يعني ملاحظة إنه حتى على any other social media في كثير ناس بيطلعوا بيتكلموا عن أشياء كويسة، يعني من خلال تجاربهم أو من خلال البروفيشنسي حقهم، كله كلام طيب، كثير مبسوطة فيه، ما تتخيلوا لأي درجة مبسوطة بالناس اللي بتشوف الجوانب الطيبة وبتتكلم كلام كويس. الكلام الطيب أنا قلت لكم قبل كده إنه الكلمة لها قوتها، فلها ذباتها، فلما تنتشر هذه في الجو طبعا بتعود بالفائدة على الشخص نفسه وعلى الناس اللي حوله أنها معدية وعلى العالم كله بالتالي. فما تتخيلوا كيف حاجة زي كده بتفيد. لكن الشيء الغريب في الموضوع إنه في أمور معينة سيئة بتحصل، الواحد بيشوفها في الأخبار، مع إنه أنا ماني من النوع اللي أتابع أخبار بشكل مستمر، يعني باخذ رؤوس أقلام. اللي استنتجته إنه أول شيء قدرة الله نافذة، حتى لو كان وضع سيء أو كان في حروب أو كان في يعني أشياء بلاش أتكلم عنها، لأنه أنا هنا ماني مسلط أتكلم عن أشياء سيئة، ولا أحب أتكلم في الفيديوهات حقتي عن أشياء سيئة، إلا إنه أقول شيء سيء وكيف الواحد ممكن يتعامل معه. من الشيء السيء هذا سبحان الله كيف بقدرة ربي، الله على كل شيء قدير طبعا، يطلع نور غريب عجيب. يعني زي بالضبط لما الوحدة بتولد مثلا يقول لك اوكي اتس اوكي الستات كلهم بيولدوا، لا كل وحدة تجربتها مختلفة، كل وحدة ألمها مختلف، كل واحدة أحاسيسها مختلفة بالموضوع كله. على مدى 9 أشهر وعلى بداية الحمل، في واحدة عندها وحم، في واحدة ما عندها وحم، في واحدة بعد الولادة بتتعب إذا كانت مرتاحة في شهور الحمل، يعني وحتى وقت لحظة الولادة اللي أبغى أتكلم عنها كل واحدة فينا إحساسها بيختلف عن الثانية، حتى لو كانت منومة، حتى لو كانت ما هي حاسة، لما بتصحى بتشوف البيبي أحاسيس مختلفة، والآلام برضو مختلفة لأنه بتعمل قيصرية. يعني أنا قصدي إنه من الظلام شوفوا ألم الولادة، ألم يعني ما يوصف، ما أقدر أوصف لكم مدى ألم الولادة. الوحدة بتكون روحها هنا، يا طلعت شوفوا لأي درجة الألم، يا رجعت. سبحان الله كثير نساء توفوا وهم يولدوا من شدة الولادة، لكن النتيجة غريبة عجيبة، طفل مخلوق سبحان الله بيكون نور وبيكون خير على أهله وبيكون خير، يعني بتجي الخيرات معاه، بيكون يعني منبع سعادة، والله لا يحرم أحد من الخلفة لأنها شيء رائع. فاللي أبغى أقوله إنه مهما الإنسان وصل لمرحلة جدا سيئة في الضيق في الظلام، لازم يطلع النور، ويعرف الواحد إنه مع الضيق هذا والخنقة هذه والظلام اللي مش شايف أي حاجة حتى كف إيده، معناها في نور غريب عجيب حيجي أو جاي. يعني كل ما زاد الضيق كل ما زاد الظلام معناها قربت. فماكم تتصاحبوا على العلم ذبذبات، تتصاحبوا على الضيق هذا وعلى
الظلام هذا تشوفوا انه حاجة طيبة، انها ايذان لانه الشيء الطيب جاي، فما ازعل وما اتضايق وما اغضب وما اجي اقول ليش يا ربي، اغفر وارحم انت ارحم الراحمين. ما لا، هي كيف الألم دائما أقول لكم إنه شيء جميل، لأنه بيعطيني إنذار إنه في خلل في المكان هذا، هو رحمة. أبغاكم تتصاحبوا على الخنقة هذه، يعني بالعكس أنبسط فيها. أنا قاعدة منخنق زيادة، واو معناها الخير مرة قرب. أنا انظلمت، واو في فرج أكيد بعد الظلم هذا، فإتس أوكي الله يحييه. هذه حقيقة كعلم ذبذبات، هذه الله سبحانه وتعالى حطها، بس إحنا يبغالنا بس نفهم الإشارات هذه. حتى في موضوع الابتلاء الله عشان يبغى يقوينا، يبغى عشان لما يجي موضوع معين ما حد يأثر فيا، ما حد يضايقني، عشان أكون قوية أتزكى، الله بيزكينا، أرقى عشان أقدر أعطي وأنفع وأحول بشكل صح وبشكل جميل. فالخنقة عادي، بالعكس بحبها، خليها تجي لأني عارفة. هو مش خليها تجي قوي يعني مش للدرجة دي، بس إنه لو جات عادي، مش إنه إحساسي نيوترال، لا، إنه بالعكس أنبسط فيها، إنه أعرف إنه في خير جاي من رب العالمين، كله في يد رب العالمين. حبايبي سلام.